كيفاش بديتي تحفظ القرآن؟ يعني دابا انت شمن شمن سنك عندك لا بغينا نقولوا؟ الثالثة. سنة؟ الثالثة. الثالثة. وشمن سنة بديت كتحفظ القرآن؟ شحال في عمرك كان؟ كنت في عمري هذاك 8 سنين. و بالنسبة لك المشاركات اللي شاركتي في المسابقات اللي شاركتي فيهم كنذكروا منا؟ شاركت في عدة مسابقات، منها مسابقات محلية في القصر الكبير، جمعية المبادرة والجمعية الإسلامية وجمعية الوفاء. هنا في جمعية في مدينة العرائش، جمعية فرس وجمعية النصر. في السوبر الرتبة الأولى في مسابقات الصفوة المنظمة من طرف المجلس العلمي بالعرائش. في السوبر عدة مسابقات جهوية، منها مسابقة التي نظمتها جمعية العام السطيع في الفنيدق، كما شاركت في مسابقة مأوية في تجويد القرآن الكريم ومسابقة محمد السادس، كما شاركت في عدة مسابقات. نعم، كيفاش الانطباع عندك على هذه المشاركة في العريش؟ نعم. بالنسبة للمسابقة ديال العريش، كيفاش كانت المشاركة؟ كيفاش الانطباع عندك عليها؟ الحمد لله كانت منافسة. نعم، اسمحي تكلم. كانت منافسة قوية من طرف الأصدقاء ديالي، الحمد لله استطعت باش ناخذ رتبة. نعم. وبالنسبه للحفاظ والمجودين والمقرئين ديال القران، شنو هي النصائح بالنسبه لك انت اللي يمكنك يعني توجهها لهم باش يمكن الملاعبه في مشاركات ولا في مسابقات؟ المبتدئين في القراءه في التجويد وفي علم المقامات ان يستمعوا للقراء الكبار، يحاولوا يطبقوا هذاك الشيء. نعم، واللي كيتبعوك وفي المستقبل هذاك الشيء، شنو هي الأمنيات ديالك أنت كقارئ وبالنسبة للإقليم ديال العريش؟ نعم، إن شاء الله سأصبح قارئ عالميا بفضل الله تعالى.